شاكر للخصوصية. أنا كنت شمالي. الحياة دار أتكلم فيها يا إخواننا شكل الخطاب الديني. شكل الخطاب الديني لله. الخطاب الديني يا إخواننا بقى في جامعات كله تناحر الناس يعني أصهر سنة صوفية سلف. الكلام ده ما بيخدمنا في حاجة. ما بيخدمكم في أي حاجة إخوان. يعني افترض الزمن يتجاوز الحاجة دي. بأنه البرعي مشرك وجماعة أنصار السنة المحمدية باكلوا باسطة ونحن يا أخوانا الشكل بتاع الخطاب الديني مفترض شوية كده يعني ما يكون بالصورة دي يا أخوانا. خاطبوا شوية يعني فكر الناس قول الناس بدل من الناس تتناحر في بعضها والكلام ده ما بيخدم حاجة. اثنين الزول الآن طلب فرصة عشان يدوب باعتبار أنه هو الشيعي وما يتكلم هو برضو إخواننا ما زول مسلم يعني أقول في نفسي أدوب طالما المنبر منبر فكري منبر ديني أي إنسان خليه يعني يقدم يقود اللي عنده موقف والناس تعرفه. صراحة برضو أنا يعني الشكلية بتاعت الدعوة يعني قاعد تعجبني شديد جدا وقاعد ألقى نفسي معاه لكن الحاجة اللي ما قاعد أقبلها شكلية الخطاب بس يعني ما قاعد أقبل الحاجة دي بالضبط كده. والشيعي ده برضو يتمنى يعني يدوب يا إخواننا الفرصة ويقدم حتى طالما إنه ساحة تعد فكر ومعرفة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين وبعد أنا داير أقول حاجة بسيطة بس إنه والله شاكرين لكل الشيوخ اللي وضوه لنا. كنا في قرى بعيدة جدا فوصلتنا المقاطع عن طريق الانترنت وكنا بنعرف أصحاب الشرك وين وأصحاب الدعاة الصح وين لكن كنا في قرى بعيدة يعني ما كنا في خيمين في هذه البلدة لكن أتينا إلى هنا ووجدنا يعني اختلاف كبير جدا. أنا يا جماعة كطالب محتاج إنه يعني توضح لي الطريقة المثلى أنا أقدر أتبعها أتخذني إلى الحق. طيب أنا داير أتعلم مثلا لحد شيخ عالم إذا جاء زول قال العالم ده مثلا ده بتاع ضلال وذاك جاء قال لي نفس العالم اللي بيقول أنا إحنا بتاع ضلال ده بتاع ضلال. طيب أنا الحاجة اللي أقدر أعرفها كيف إلا أتعلم عالمين كلهم أمشي أقرأ لده وأقرأ لده ولا كيف الكلام ده يا جماعة. واليوم ده إحنا سبحان الله لقينا استخدام كبير جدا يعني الساحة كلها تكزمت اللي ما عارف ديل في ديل وديل بكلهم على الصورة وديل ربيته تحتنا وما عارف دي الحاجة دي شنو يا جماعة. أنا هيك طالب عايزين يا جماعة توضحوا لنا الحق وين ورونا الحق وين عشان أنا نقدر نتبع الحق. أنا النزاعات اللي بيناتكم دي أنا ما عارف إنا أصلا شنو الزول ده قال الحاجة دي كيف كده وضحوا لنا أنا نقدر نتبع منو يا جماعة نتبع منو. طيب بالنسبة للطالب الأول أول حاجة قال الخطاب الدعوي بتاعكم وتعليق على الخطاب انا مستغرب يعني المشكله في الخطاب شنو يعني في ملاحظه معينه انت شفتها في الخطاب ده غلط. وانا بحضر من قبل في اخوانا اللي بيتكلموا قبالنا الخطاب ده بالايات ولا حديث يعني تدار كلام احسن من كده ما في احسن من كده. ربنا قال الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا ده القرآن أحسن حديث وأحسن كلام هو القرآن. طيب لما أكلمك بالقرآن بكون الكلام ده شين يعني في حاجة بالزعل محرجة ما في حاجة محرجة ولا في حاجة بالزعل أصلا. فأنا ما أعرف أنت شكل الخطاب الدائر كيف يعني نتكلم معك نقول لك شنو نحن بنقول لك في حاجات باطلة قاعدة في المجتمع. الله قال حرام ما بيجوز في شرك ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في ناس بيعملوا لله أنداد الصوفية دل في ساحات المولد ما شايفون بسوا بجنون مولد ده وش انت قالوا في قلة تدب جوا هي عارفة في بنقو جوا هي عارفينه كويس. في تاني في شرك وذاك أكبر حاجة في المولد القصيدة بتاعت البرهانية صاحب كتاب تبرئة الذمة محمد عثمان عبد البرهاني كويس ما سمعت القصيدة بتاعته. قال جبريل ميكال إسراف ده مش ثلاثة ملائكة عظام جدا قال الثلاثة ديل جبريل إسراف ميكال هم جنودي في التصريف هم تحت إمرتي قال تطاوعني الأملاك بالجود والقرى وكل ذوات الكاف ترهب صولتي
الكلام ده انت رايك فيه شنو يعني؟ كويس ولا كعب ده؟ انت اللي بتقول الخطاب ولا بد من الخطاب؟ انت رايك شنو في الخطاب ده؟ ده رايك فيه شنو؟ ده قال لك الملائكة جبريل وميكائيل ده الجنود انا في التصريف، هم تحت امرتي. انت رايك شنو في الكلام ده؟ كويس؟ بتاع القادرية قال ذراعي من فوق السماوات كلها، ده رفع يده بفوق السماوات قال كلها ورجع بغادي، قال ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. ده المحتفلين بالنبي قالوا في ميدان الخليفة هنا، في ميدان عقرب في بحري، وفي ميدان السجانة، وديل الجنيات اللي بتفاصحوا بها جاي ديل تبع انصار السنه، ديل انا جايهم بعد شويه اصبر بس انا جاوب الاسئله دي. ديل قال انصار السنه تنكر الشرك وتنشر التوحيد، انت في المولد قاعد تسوي في شنو؟ قاعد تقول للصوفيه بتسوي في ده باطل؟ قاعد تقول لهم بتسوي في ده شرك؟ جايتكم للمولد بدعه؟ قاعد يقولوا كده، اتحداك امشي جيب لي الان مقطع منهم. ديل بيمشوا في ساحه المولد قالوا عندهم البرنامج الدعوي بساحة المولد، بيعملوا مسابقات جوا، وانت لو فزت بتدوق عباية، ما بعرف عباية مرة ولا عباية راجل. ده دعوتك للتوحيد؟ والصوفي جاي محتفل انت بتدي عباية؟ يعني عملت شنو انت؟ عشان تعرف ده المطبلاتية. وده طبعا شوف احنا بنشتغل بهم. يعني دايرين الجماعة بتاعنا والكبار إلا ما ينافيون، وما بيجوا لك. فاهم برسل أولادهم ودي خطة كبيرة احنا كاشفينها. ده موضوع ثاني خليك منه. اثنين الطالب الاول ده قال الشيعي ما تدوه فرصة. عمك قال زيها قال. وده كان شايفه فين قبل الظهر. بيحوم بيجاه زي جداد الدرط بيض، بيحوم ببرا. لا في. دار يدوه فرصة عشان يجي يقول له ده ابو جوار ركن هنا. راجل كبير وما محترم للأسف يعني. اي بقول لك ما محترم. وقليل ادب عندك راي؟ مش افتح فيني بلاغ، دار تدقني تعال. زول بيسب الصحابه ده ما قليل ادب ومنحط كمان. عندك كلام ثاني؟ ده اللي قالوا انت بتنبذ بننبذ نحن. عندك كلام؟ زول بيسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. الله نزل 10 ايات في سوره النور، 10 ايات في براءه السيده عائشه. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سيدة عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرة من فوق سبع سماوات يتكلم عنها زوج زي ده، ما بقول له منحط. دي أم المؤمنين، دي أم الصحابة، دي أم الأبرار إلى يوم الدين. زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه في الدنيا وزوجه في الجنة يوم القيامة، وهي البكرة الوحيدة التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة الصديق. بيتكلم فيها واحد سجمان زي ده. انت دعنا انا اديه فرصة اسألك يا ود الناس، وانا والولد ده بالله الزول ده لو بيتكلم في امك انت، قد يكون اسمها حليمة، اسمها فاطمة، اسمها سعدية، اسمها اي حاجة، لو يتكلم في امك هل بتجي تدي المايك تقول له تاني هاك نبذ امي؟ بتعمل كده؟ ثاني تقول انا بزمي؟ يا اخوانا مساله الاساءات مساله مستفزه، لو كانت مساله بتاع طرح معتقدات معينه او افكار معينه نحن نناقش المعتقدات والافكار نقاشا موضوعيا. اما مساله السب والشد وخاصه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او للانبياء او لله سبحانه وتعالى، ده فيه استفزاز العقائد، لا يمكن نحن نقبل لك انت تجي السب وتنبذ السي، ما بنفتح عليك باب زي ده. كويس؟ وانت لو صاحب الشيعي ده خليك صريح، قول انا صاحبه وانا معاه. كويس؟ وانت لو ما صاحبه ما تجي تدافع لنا عن الرمايم زي دي. رمايم زي دي ما تجي تدافع لنا عنها لو سمحت مره ثانيه. طيب يصيدها في نانا ولا شو؟ هل الذي ما عاد من شغله؟ أسد ما عاد من شغله؟ انت عندك قصيده في البر هاي؟ هاي عشان تعرف قبل اخونا شيخ محي الدين قال له كلمه والله مهمه خلاص، ودي في اجابه على اخونا ده شكل البسال الثاني، ما الاولاني الثاني البسال. قال انا اعرف الحكيف،
الحد عنده علامات، الحد ده ما غبيان. لذلك قال حذيفة رضي الله عنه: إن على الحق نورا، الحق عليه نور. لو داير تعرف الحد بس بنظرة خفيفة، عائلة الجماعة اللي بتكلموا ديل هم زعلانين لله ولا زعلانين لجماعته؟ بس ده سؤال واحد، زعلانين لله ولا لجماعته؟ للجماعة، بدليل واحد. هم غاية زعلوا مننا الليلة انه نحن تكلمنا في عالم او عالمين او ستة من ناسهم، زعلانين جدا. كلموا في شيوخنا واللحوم العلماء مسمومة، مسمومة هاي، ولحوم الصحابة كيف؟ محشية بلحمة مشوية، لحوم الصحابة. لكن الزول اللي تكلم في الصحابة زولهم ما بيسألوا، والبيطعن في العلماء زولهم ما بيسألوا، والبيقول الصوفية أخواننا زولهم ما بيسألوا، والبيقول السرورية كويسين وبصلي على بلاد كده زولهم ما بيسألوا. لكن انت من برا منهم تتكلم بينتقدوك، ده باطل ولا ما باطل يا اخواننا؟ بس ولا دار لها نقاش كثير المسألة، ما دار نقاش كثير، النزل انتهى ولا شنو؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. يا ولادات ما تتعبوا رقبتكم، انتوا دارين قروش لقيتوا لهم شيرنج الدوم يا اخي، اكان دارين قروش الدوم كويس بلقيتوا لكم الطلبة ديل، والله ما عندهم مشكلة، ما تعملون ازعاج يا اخي، نقة ور في اضنيننا ديل، ده من برنا معروف. احنا يوم الاربعاء اجابكم انتوا ليلة شنو؟ زادوا لكم النسرية ولا شنو؟ اكلوكم جداد من الصباح؟ في شنو جديد الليلة؟ ولا كتمت معاهم؟ يا ناس حذيفة رضي الله عنه قال: إن على الحق نورا، الحق عليه نور. نحن لما نجي نتكلم هنا يا ولدنا وننتقد أي زول من الأشخاص الموجودين في الساحة، إن كان صوفي، إن كان أخو مسلم، إن كان تكفيري غيره، نحن بننتقده بأدلة، بنقول لك قال كده وكلامه ده باطل وما بيجوز وما تسمع له. ما بننتقد لك زول، نقول لك داق عشان ما معانا ما تسمع له، والمعانا اسمع له. لا، الحق يقتضي انه انت تنتقد المعاك والممعاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد او بنت محمد لقطع منه محمد يد، وما بيقطع زول ثاني، بيقطع محمد صلى الله عليه وسلم ذاته. ده الحق كده. انت الليله ما تبقى صريح، بدل تجي هنا وتفرفر ومزمل اتكلم في العلماء، انت تعال قول لنا نحن شيخنا، شيخنا وكان شيخنا نحن قبال ما يكون شيخ انت، قول لنا ده شيخنا، واتكلم في الصحابه وطعن شديد. قال في بعضهم قد يكون فيه هوى، ده لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقاتلوا في الدنيا. قال: وواحد من الصحابه قتل له واحد ثاني عشان يشيل الغنم حقاته. في صحابي بيقتل له لغنم؟ اسالكم بالله، يقتل له مؤمن لغنم؟ صحابي بيعملها يا اخي؟ دين ربنا قال عنهم: للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. مرقوا خلوا مكه في اموالهم وفي اهلهم وفي ديارهم، فاتوا خلوها كلها ومشوا هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من سكن الصفه، صريف كان شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ساكنين في الصفة، لا أهل ولا مال ولا عيال. دلتا يتقول كتل الثاني عشان يأكل غنمه، عشان يشيل غنمه. ده هم الولادات ديل ما يقدروا يتكلموا فيه. ليه؟ لأنه من جماعتهم ما بيتكلموا فيه. وعشان كده انت لو دار تعرف دي علامة من علامات الحق، ودي علامة من علامات إظهار الباطل في أي جماعة من الجماعات. اي جماعه بتغطي على ناسها صح ولا ما صح؟ المعاون بيغطي عليهم، اللي بيعمل اي عمليه وهو معاهم جوا بيغطي عليهم. وده السبب ذاته اللي خلانا نحن نطلع من الجماعه قبل ما يلدوك انت، واحتمال قبل ما يعرسوا امك اللي بتتكلم. مرقنا منها زمان، اللي بيجي بيتفاصح بجاي ده. نحن السبب اللي خلانا نطلع من انصار السنه شنو؟ سالوا
صنايع واحد منهم ويبقى منصف وزوج صاحب حق وصادق ما يكذب. نحن ما كنا قبل اليوم قاعدين معاهم جوا بنقول لهم يا اخي الشيوخ ديل ما مشايخنا نحن يا اخي ناس محمد الامين اسماعيل وناس منو ومنو، نقول له يا اخي الكلام ده غلط وانصحوه وروه. نحن ما دارنا نمرق من الجماعه وده قاعدين معاكم، انصحوه وروه اللي بيسووا فيه ده غلط يا اخي. يا اخي ما تمشي للسراوريه يا اخي، السراوريه انتوا بتعرفوهم ديل التكفيرين ناس اسامه بن لادن ناس داعش. انتوا انا عرقان ولا شنو كل مره بجيب لي منديل؟ طيب كده كيف؟ كويس؟ التكفيرين ناس داعش وناس اسامه بن لادن ديل صحبانه صاحبه محمد عبد الكريم وصاحبه عبد الحي وطالع ونازل معاهم ويجيبوه في المحاضره ونقدم فضيله الشيخ الدكتور رجل القران بيقدم تكفيري بيقدمه للناس ودرب الطلبه على التكفير. قلنا لهم ده غلط الكلام ده يا اخي، الشيخ ده ما يعمل كده تاني. ونحن طلاب الجماعه وقاعدين جوا وترى كنا بنعيط ذيل الاولاد اللي جاي ذيل ديل انصار السنه زعلوا مننا وقالوا لنا شوفوا انتوا يا تبطلوا الكلام اللي بتسووا فيه، تقعدوا معنا زي ما احنا قاعدين، في تكفير تخلوه قاعد ما تسالوه، في زول بشكر الصوفيه تخلوه قاعد ما تسالوه، اي حاجه تشوفوها تسكتوا تسكتوا ما تتكلم، لا تعترض فتنطرد. نحن اعترضنا قلنا لهم ده ما بجوز شرعا في الدين ما بجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. قلنا لهم يا أخي الواجب علينا نحن المنكر ده يتغير وإلا إحنا ما حنقعد في الجماعة. كل مرة يلقطوا تكفيري ويجيبوا واحد داعشي وغيره قلنا لهم ده ما بجوز، وده السبب اللي هم بعد ذاك قالوا الشباب ده لابد نطلعهم مننا برا. الليلة الولادات اللي بيتكلموا بجاي ديل أنا بعتبره عندهم انفصام في الشخصية. ليه؟ لانه ده بيتكلم لي عن حاجات داري ينصح بها الطلبه وهو في عقر بيته وجوه جماعته وفي مسجده ما يقدر يقول الكلام ده. مش هسه بيتكلموا هنا وقالوا عبد الحي سروري انا سمعت واحد منهم من الاولاد دي اظن دي سمعها في واحد من منابر اخواننا عبد الحي اخو مسلم ليه تسمعينه؟ سمعت واحد بجاي يقول كده. خلينا نحن الطلبه المساكين ده خلهم ما تقول لهم الكلام ده، أم يقولوا في بيتكم هناك هناك قولوا لي جماعتك تقدر؟ رئيس الجماعة بتاعك أمشي قول له ده تكفيري والله تنجلد بيبطحوك في الوطن يجلدوك. نحن عارفين نتكلم عن تاريخ. نحن قبل اليوم لما جبنا كتب سيد قطب كتب سيد قطب ودي الكتب اللي بترعى التكفير ودي الكتب اللي نبعت منها الجماعات التكفيرية في العصر الحديث بشهادة الأخوان المسلمين ذاته بشهادتهم. القرضاوي في كتاب أولويات الحركة الإسلامية الصفحة 12 قال والتكفير في العصر الحديث نبع من كتب سيد قطب التي كتبها في السجون المصرية. ده باعتراف الأخوان المسلمين. كويس؟ لما قبل كده نحن جبنا كتب سيد قطب وفي مسجد الجماعة ذاته وتكلمنا عنها قلنا الكتب دي بتحوي منهج التكفير. هو ده قاعد جوا ينضح من كتب سيد قطب في ظلال القرآن معالم في الطريق العدالة الاجتماعية بالنص. جبنا لهم يهود الكتاب وده الكلام يكفر الأمة كلها. لما قلنا الكلام ده زعلوا وطردونا. احنا انت ولد انا بتكلم على أولاد البجاش انت انا ما يزعجونا يا اخي ما يزعجونا يا اخي اتاك اكل نجيب وزول حد امشي قول الكلام ده لناسك ما تقدر تقول للطلبه هنا عندك راجل السروري يقول لناسك ديلك لو اتفقوا معاك نحن ما عندنا مشكله. سامع واحد بكورك قال لي احنا دارين مناظره مع المنتدى السلفي بتاعنا احنا ده بجاي مناظره انت تابع لمنو اصلا؟ قلت منو؟ احنا ما بنناظر زول الا تابع لجهه معروفه. انت الليله جيب لنا ورقه من انصار السنه ورقه قول لنا هذا الولد حامل هذه الورقه يمثل جماعه انصار السنه المحمديه ورايه الذي يحمله هو راي الجماعه بحذافيره فول ستوب على توقيع الجماعه لا ينجمك نجام لما تتكيف ذاته. لكن انا ما بناظر اي دول في الهوا سايق تابع لمن انت
زولو طلب لي بس بلوغة أجانا ناظر طيب أنا ما عندي شغلة ولا شنو احنا ما عندنا موضوع. وده ذكرني مثل عند العرب طبعا الكبار بيكونوا شغالين معانا بثقافة المثل ده. العرب عندهم مثل قالوا أحمل عبدك فإن هلك هلك وإن نجا فلك. فهمتوا المثل ده؟ يعني انت بتكاتل برقبتك، انت مازون نظيف وقاعد كده بمزاج في مكتبك، بتقوم بترسل لك واحد من الوليدات تفكر تقول له امشي اعمل زوبعه كده ديك البصيط اعمل زوبعه بغادي ان هلك هلك. اكان انت بجاي لميت في ظله طحنته طحن وانتهيت منه هيجي هم يقولوا شنو؟ ولد ما ولدنا ولا بنعرفه بنكره. قال وان نجا فلك. اول ما ينجحوا طوالي بيجي الجماعه لك بيفرح يقول لك ايوه يا سلام دي اولادنا تخيل شايف دي اولادنا. نحن ما بنقول زك صديق دي احنا قدام في الساحه دي. انا ما اشوفني صغيرون كده قديم قاعد في الجامعات وعارف ايش تنظيمات اللافه الحركات تحت الكشف الجديده ناس حزب الامه الولادات المظبطين بجال قبل شويه دي قاطعين نص ولابسين لهم جزمه ما عارف كيف دين احنا متابعينهم من زمان بيلبسوا الجلابيه على الله على الله السلافه دي حقتهم اصلا دي حقت حزب الامه يكتبوا فيها بورا الله اكبر ولله الحمد من زمان زمان بيشيلوا الحربه هسه عين ده جايينا بسيستم هاي الانصار بيشيلوا حربه زمان وزول بتلقى ذاته جامد انصار الله والله غالب واحد بيتكلم كده انصار الله والله غالب لمن يخوفك بدري 2005 2000 كان حزب الامه حاجة جماهيرية. هسا الليلة ولادات ثلاثة شاكين في جاي. سيدنا عبد الله التعايشي قال سيدك بتاع شنو عبد الله التعايشي؟ ده سيدك؟ هكذا ما تسيبونا يا فعشان كده افهم الحاصل. الاولاد ده الموضوع انتهى، نرجع تاني للاسئلة بتاعتنا تاني ما في سؤال. قال الحق وين؟ وريناك الحق. الحق ده ما عليه الدليل. لا الحق انا ولا الحق غيري. ولا في انسان يدعي لنفسه العصمه ولا سلفي ولا غير سلفي ما في حد بيدعي لنفسه العصمه انما في النهايه صاحب الحق هو الذي يقدم الادله على ما يقول. اذا قدمت دليل على ما تعتقد من منهج وعلى ما تنتقد من مناهج الاخرين انت بعد على الحق. اما غير كده شعارات وهذه الجماعه التي لا تزال في السودان وليه ما ده كله ما بينفع بحاجه ده كله ما بينفع. فالانسان يفحص كويس. انت بعدين قال لي يا اخي انا مفترض اقرا العلم ده كله عشان اعرف. انت ما تقرا العلم كله لكن اقرا الشيء اللي بيوريك اقرا الحاجه اللي بتوريك. هسه انت في الدنيا دي قريته شويه انت عشان تصل الجامعه قريت كم كتاب مناهج المدرسه الزمان ديك ناس مسكننا وملبسنا والضب في حياتنا وكل ده قريته صح؟ وكتب الانجليزي والناس الزمان قالوا ناس نايل كورس وما تعرف وديل قالوا اسباين والبورا ديل حيقروا اسمايل كويس قريت اسمايل 1 اسمايل 2 اسمايل 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 وده قرا اسباين 1 اسباين 2 لحد اسباين 6 صح؟ قريت 6 اسباين عشان تمتحن الشهاده الثانيه بس تعبر لك مرحله كده تلب. وقريت كتاب اللغه العربيه بتاع اولى وبتاع ثانيه والبجعه وحسن والطير والبجعه الحمقاء والدجاجه الغبيه كله قريته صح؟ ده كله عشان شنو؟ عشان تعبر مرحلة الشهادة السودانية. تاني جيت قريت ناس الرياضيات نزطة ومطة وما عارف شنو كله ده قريته عشان شنو؟ عشان تعبر الشهادة السودانية. قاري كم كتاب انت للشهادة السودانية؟ قريت كم كتاب؟ 50 كتاب 60 كتاب ومذكرات وحصص خاصة في البيت وحصص بتاعت مجموعات مع البنات في المدرسة كله مش وبخرات بخرت في الامتحان وشفيت من جنبك ووروك والاستاذ حل لكم حاجات كله ليه؟ للشهاده السودانيه. انت داير تجي تفهم دين الله في محاضره واحده؟ دين الله كله الله بيمتحن به والعباد وابتلى به والعباد عشان ينجح من ينجح بتقدير الله ويفشل من يفشل بتقدير الله وفيه جنه عرضها السماوات والارض مو جامعه ابن رواية الاسلاميه من هنا لهنا أو في تعلم لا في جوه بتاع الركشة جنة عرضها السماوات والأرض. أنت دار تخش يا بمحاضرة واحدة ما تتعب في دين الله ليه؟ تتعب وتقرأ وتفتش وتتعلم وتمحص الحق ده تمام لما تعرف الناس اللي عليهم الحق وين بعد ذاك تخاويهم في الله والناس اللي على الباطل تبعد منهم ده المطلوب.